سر الاصطفاء الرباني. نحن في زمن، في مرحلة معاشر الشباب، أحوج ما نكون فيها إلى الاستشراف نحو تذوق معنى الاصطفاء. اصطفانا الله فأوجدنا من العدم، واصطفانا الله فجعلنا من جنس البشر الذين منهم سيدنا محمد، واصطفانا الله فحملنا الأمانة، واصطفانا الله فاستخلفنا في الأرض، واصطفانا الله فجعلنا من أمة سيدنا محمد. لكن أتكلم هنا عن شهود هذه النعمة. أنت في دولة، ما معنى في دولة؟ معنى حفظ الكليات الخمس التي جاءت الشريعة فجعلتها المقاصد: حفظ النفس الدين، وحفظ النفس الروح، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. عندما لا توجد دولة لا يوجد شيء من ذلك. هذا أحد المحاسن. طيب خلاص وننام؟ لا لا، قم وصحح الأخطاء وصوب، لكن من هذا المشهد ابتدئ برؤية وجه الفضل الإلهي، لأن الذي يرى فضل الله يشكر، والذي يشكر يعطيه الله عز وجل الزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. ذوق المحبة يحمل صاحبه على هذا المعنى.